يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تقولون وفقكم الله في تعيين وتسمية بعض المنشآت التعليمية أو الطبية وغيرها باسم ابن سينا، هل في ذلك تعظيم له؟ لا يجوز هذا، هذا تعظيم لابن سينا. ابن سينا، ابن سينا من الملاحدة، وشيخ الإسلام له رسائل في شرح حالته وبيان والرد عليه، معروف هذا، معروف هذا، أبوه من الباطنية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أمي كبيرة في السن. نعم، هو ابن سينا متقدم في الطب، مسلم له علم الطب، هذا ما في إشكال. أما مسائل العقيدة والدين فلا، هو ملحد والعياذ بالله. نعم.